بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة بداية الأسبوع، وأكيد جايين لحضراتكم بقى بأخبار عديدة وكواليس وموضوعات حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي. جايين فريش بقى، وعندنا مجموعة من التفاصيل المهمة جدا اللي بالتأكيد جمهور النادي الأهلي مستني يعرفها عن فريق الكورة، عن فريق اليد، عن فريق الباسكت، عن كل الألعاب الجماعية والفردية وحتى فريق الكورة داخل النادي الأهلي. حلقة يكون فيها كلام مهم جدا، وكمان هنقرب التفاصيل لكل جمهور الأهلي بشأن سفر الأهلي إلى قطر الشهر المقبل للمشاركة في بطولة كأس فيفا انتر كونتيننتال. النهاردة عندنا تفاصيل إقامة الأهلي في قطر، ملاعب التدريب، فنادق الإقامة، عملية بيع التذاكر، ومش هنبعد شوية عن مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025. النهاردة مش احنا بس، ده الفيفا كمان مش سايب حاجة للصدفة. كل التفاصيل وكل الأخبار النهاردة هتعرفوها عن كافة المعلومات المتعلقة ببطولة قطر أو حتى بطولة الولايات المتحدة الأمريكية فقط وحصريا على شاشة قناة الأهلي. الحلقة فيها موضوعات كثيرة مهمة جدا، ولكن عايز أبدأ بحاجة كانت شغلة بال كل الناس على السوشيال ميديا، والهدف من الموضوع اللي هتكلم فيه دلوقتي رغم أنه خلاص اتقفل بعد ما خالد عبد الفتاح اعتذر لجماهير النادي الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية سواء على الفيسبوك أو على كل منصات السوشيال ميديا المتعلقة بالنادي الأهلي، ولكن بعد الموضوع ما اتقفل لاعب هنا بشكل عام أحد اللاعبين اللي تخطى الخطوط الحمراء وتعرض لجماهير النادي الأهلي بالسباب، وللأسف لغاية اللحظة دي مفيش أي عقوبة صدرت ضد هذا اللاعب. مجرد ما عرف لاعب النادي الأهلي خالد عبد الفتاح أنه أخطأ على طول كان فيه اعتذار. الموضوع يتقفل على كده؟ لا، للأسف في ناس بقى بتحب تنظر، دورها أن هي تنظر وبس. بس بتنظر على مين؟ هي مش بتنظر في أي قضية، هي بتنظر على الأهلي وبس، أيا كانت القضية، أيا كان الموضوع. ما شفتش مثلا تنظيرهم ده مثلا أني قال أن اللاعب ده أخطأ، لاعب بيراميدز أخطأ، سب جمهور الأهلي، فين قرارات لجنة الانضباط، مهاجمة أو انتقاد نادي على التصرفات اللي حدثت وما فيش حد شجب أو أدان هذا التصرف. لا، التنظير على الأهلي. التنظير على الأهلي إزاي؟ بيقولك المفروض النادي يكون عنده رسالة لنبذ التعصب، أوكي، بس هل وإنت بتتكلم وبتقول كده أنت أساساً بتقدم محتوى بينبذ التعصب، ولا هو اللي بيعمل إثارة وتعصب في الوسط الرياضي وفي الوسط الإعلامي؟ دي أكتر حاجة بتضايق الواحد وهو بيتفرج على كل الموضوعات اللي بيتناولها الإعلام الرياضي تجاه النادي الأهلي، هو التنظير. ولكن أنا التنظير ده ما بشوفوش بقى لما بتشوف لعيب أخطأ إزاي تنتقده، إزاي تعاقبه، إزاي تقوله ده غلط، إزاي تقول لنادي إزاي ما يكونش فيه قرار تربوي. لا، ده ما بيحصلش. لكن لما النادي الأهلي يحافظ على حقوق جماهيره وفي نفس الوقت يكون في تقويم لأحد لاعبيه إن جماهير النادي الأهلي ده هي الأساس في المقام الأول، بدل ما تقول إن ده صح، لا، تقعد تنظر على النادي الأهلي في مسألة نقول إيه وما نقولش إيه والكلام ده كله. وعلى فكرة، فكرة إنك برضه تدي أمثلة على فكرة اللي أخطأ واعتذر ولا ما اعتذرش، خد بالك جمهور الأهلي هو الحاجة الوحيدة اللي لها الحق إن هي تقبل اعتذار أي شخص أو ما تقبلش اعتذاره. وقبل ما تتكلم على الاعتذارات، اتكلم في الأساس، وقعت عليه عقوبات ولا ما وقعتش عليه عقوبات؟ لاعب بينتمي للأهلي ولا كان في مدرسة تانية بعيدة عن النادي الأهلي؟ للأسف التنظير على السوشيال ميديا أو في الميديا بشكل عام بيبقى نابع من تعصب الشخص اللي بيتكلم تجاه النادي الأهلي. نفسي أشوف التنظير ده في لعيب أخطأ في حق الأهلي أو جمهور الأهلي، أو حتى تنظر على اتحاد الكورة أو أي لجنة من اللجان ما بتتخذ قرارات قوية تجاه لاعب أساء لمنظومة الكرة المصرية بشكل عام نتيجة تلفظ بألفاظ لا يجب أن تكون في الملاعب الرياضية. طبعا لسه في ناس هتبرر ولسه في ناس هتتكلم، بس أنا بقول لكم الملف اتقفل، وبمجرد اعتذار خالد عبد الفتاح القصة اتقفلت. اللي عايز ينظر بقى براحته يكمل مع نفسه، ولكن كان ضروري جدا نوضح لكل السادة المشاهدين ولكل الرأي العام اللي بيتابع سوشيال ميديا أو الميديا اللي بينظر ده بيطلع في بعض الفترات لما يلاقي الأمر متعلق بالأهلي. طب أمر مش متعلق بالأهلي ما بتلاقيهوش على طول، بيضرب غطس وما يظهرش إلا لما تطلع قصة جديدة تتعلق بالنادي الأهلي. عموما ده جانب للأسف موجود في الوسط الرياضي أو في الوسط الإعلامي. تعالى بقى نتكلم في جانب مهم، ألا وهو النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا في كرة اليد مع نادي الزمالك. هذه المباراة هي مؤجلة من الجولة الثالثة
في دوري المرحله الاولى، نتيجه ان الاهلي كان بيشارك في بطوله العالم للانديه، واللي نجح الاهلي فيها بالحصول على المركز الثالث والبرونزيه على حساب برشلونه الاسباني. النهارده هذه المباراه هتتلعب الساعه 8 مساء على الصاله الرئيسيه لاستاد القاهره الدولي. نتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي في هذا اللقاء، وكل التوفيق لرجال يد الاهلي ملوك كره اليد في مصر وابطال افريقيا في النسخه الاخيره، وكل التوفيق للمدرب الدنماركي ستيفن ماديسون، واللي بيسير بخطى ثابته وواثقه جدا مع النادي الاهلي في لعبه كره اليد في الفتره الاخيره. كمان النهارده وفي نفس التوقيت منتخبنا الاولمبي مع ميكالي عنده مباراه في تصفيات افريقيا المؤهله تحت 20 عام. هو المنتخب ده اللي هيكون اولمبي بعد ما يخلص مرحله الاندر 20 تحت 20 سنه، عنده النهارده مباراه مع منتخب الجزائر في الجوله الثانيه. طبعا خسرنا الجوله الاولى من المغرب نتيجه للاسف 1-2. نتمنى النهارده تدارك الموقف، وانا مشفق جدا على عمل الجهاز الفني وعلى الاولاد اللي بيلعبوا في هذه المرحله السنيه. سنه كامله بيشتغلوا مع جهاز فني، فجاه اتغير الجهاز الفني جه جهاز جديد. كنت اتمنى ان وائل الرياضي يستمر في المرحله دي وبعد كده يبدا يشتغل ميكالي، ولكن هننتظر ونشوف النتائج. خسروا من المغرب والنهارده هيواجهوا منتخب الجزائر، وكل التوفيق يا رب باذن الله لمنتخب الشباب اللي هيكون هو النواه اللي هيشتغل بيها المنتخب الاولمبي في السنوات المقبله. كمان بخلاف بقى الاخبار اللي اتكلمت عليها والموضوعات اللي بدات بيها، النهارده عندنا فقره حواريه مهمه جدا وهي مختلفه شويه، لان احنا دلوقتي بنهتم باحد الاجيال اللي جه في لحظه معينه ما بين تغيير جيل وبدايه جيل جديد. دخل في المعمعه شويه ولكن ظهروا وتالقوا سواء على مستوى الفريق الاول في النادي الاهلي او حتى على مستوى منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي. النهارده هيكون ضيفي واحد من نجوم هذا الجيل الكابتن احمد شكري، واللي عاصرته في فتره مهمه جدا، جيل كان ماشي بشكل كويس، كان معانا عفروته في احدى الحلقات. النهارده شكري برضو في لاعبين اخرين هيكونوا معانا في الحلقات الفتره اللي جايه، وهنتكلم النهارده مع شكري في تفاصيل كتيره. وقت ما انتقل من النادي الاهلي لعب فين؟ اعتزل امتى؟ بيفكر ازاي في مشواره التدريبي دلوقتي؟ هل اتجه تدريب ام اداره؟ كل التفاصيل دي مهمه جدا نتكلم فيها مع واحد من نجوم النادي الاهلي عشان جمهورنا يعرف كافه التفاصيل عن كل الاجيال اللي لعبت في الاهلي، سواء الجيل الحالي او كل الاجيال السابقه. عموما دي كانت بدايه مهمه جدا، لكن خلونا نبدا حلقتنا النهارده بسؤال حلقه النهارده. وسؤال النهارده، بما ان خلاص الدوري على الابواب واستئناف المباريات وتم تعيين لجنه جديده للحكام ومع اقتراب الجوله الثالثه للدوري، عايز حضراتكم توجهوا رساله للجنه الحكام الجديده. تقدروا تشاركوا معانا في الاجابه على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من ارائكم ورسالتكم للجنه الحكام الجديده من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا في الجزء الاخير من برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي بسرعه لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، الفريق يواصل التدريبات استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري. كمان كولر يطمئن على ترتيبات إقامة الأهلي في قطر. وفي الترند المحلي، المنتخب يستعد لمواجهة بوتسوانا. دي كانت أبرز العناوين، ولكن التفاصيل والكواليس والأخبار كلها بعد الفاصل. نبدأ مع بعض فقرة التوب نيوز، وهنكون معانا تفاصيل كثيرة جدا متعلقة برحلة الأهلي إلى قطر. غدا هناك اجتماع هام جدا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي في حضور الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للاطمئنان على كافة التحضيرات المتعلقة بسفر الأهلي إلى قطر. هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من المدير الفني لمعرفة كافة المتطلبات التي شرحها الفيفا لوفد الأهلي اللي كان حضر الأسبوع الماضي في ورشة عمل أقيمت في الدوحة، وكان حضرها الكابتن سمير عدلي مع مسؤول الاتحاد الدولي ومع اللجنة المنظمة المحلية. أكيد التحضيرات للسفر إلى قطر تتمثل في فندق الإقامة فين؟ السفر إمتى؟ التدريبات هتبقى إزاي؟ الترتيبات للحضور إلى قطر والمشاركة في مباريات كأس فيفا انتر كونتيننتال. عايز أكد لحضراتكم إنها كانت رحلة مثمرة جدا، والكابتن سمير عدلي أثناء وجوده في قطر مش عايز أقول لكم يعني كم الإشادة اللي تلقاها من مسؤول الاتحاد الدولي على تنظيم الأهلي لمباراة الأهلي والعين في اللقاء الثاني الذي أقيم الشهر الماضي على استاد القاهرة الدولي. المسؤولون في الفيفا قالوا نصا كده
للمهندس سمير عدلي ولمسؤولي النادي الاهلي، انتوا نظمتوا مباراه وكانها اشبه بمباريات كاس العالم، حدث مهم جدا اقيم على استاد القاهره. مسؤول الاتحاد الدولي بقى عندهم شهاده الجوده، بمعنى اصح ان النادي الاهلي يقدر ينظم بطوله فيفا، يقدر ينظم كاس عالم. فده بدايه اول حاجه اتقالت في ورش العمل خلال تواجد المهندس سمير عدلي. كمان الاتحاد الدولي اختار فندق اقامه على اعلى مستوى للاهلي في وسط الدوحه. فندق الاقامه ده كان مقيم فيه منتخب البرازيل اثناء منافسات كاس العالم في قطر 2022، ونفس الفندق ده كان مقيم فيه منتخب اليابان اثناء منافسات كاس اسيا اللي استضافتها قطر في السنوات الماضيه. فندق عندهم خبرات عديده جدا في استقبال الفرق الرياضيه، فتم التحضير للاهلي ان يتواجد في اهم الفنادق اللي متواجده في وسط الدوحه، قريب من ملعب 974، بينه وبين المطار بالظبط حوالي 20 دقيقه، حتى ملعب التدريب مش بعيد. الاهلي سيتدرب، وده خبر خاص وحصري على شاشه قناه الاهلي، على ملعب الارسال في الدوحه. تلك الملاعب تم تخصيصها للفرق المشاركه في كاس فيفا انتر كونتيننتال. ملعب الارسال هيستضيف تدريبات درب الامريكتين يوم 11 ديسمبر، وبعد خساره احد الفرق الاهلي هيواصل تدريباته عليه حتى موعد المباراه يوم 14 ديسمبر. كمان عايز اكد لحضراتكم ان الاهلي هيصل الى قطر يوم 10 ديسمبر، ده كلام نهائي وموعد رسمي، عشان يحضر مباراه 11 ديسمبر على ملعب 974 ما بين باتشوكا المكسيكي مع المتاهل من نهائي كوبا ليبرتادوريس بين اتلتيكو مينيرو وبوتافوجو البرازيلي. وبالتالي الاهلي هيسافر يوم 10 يحضر المباراه يوم 11، وهيبدا يواصل تدريباته حتى موعد اللقاء يوم 14، وباذن الله نستمر في البطوله حتى يوم 18 لمواجهه ريال مدريد. اقول لكم بالمره كمان، فريق ريال مدريد هيصل للدوحه مساء يوم 16 ديسمبر. فريق ريال مدريد هيصل الى الدوحه مساء يوم 16 ديسمبر، ويكون في احد فنادق الاقامه اللي بجوار فندق اقامه بعثه فريق النادي الاهلي. قوام بعثه فريق ريال مدريد حوالي 200 فرد. هذا العدد الكبير من قوام ريال مدريد هيكون وصل على رحله طياره خاصه، يحضر يوم 16، يتمرنوا 17، يلعبوا الماتش يوم 18، والعوده على طول بعد المباراه من ملعب لوسيل الى مطار الدوحه للعوده الى القاهره، للعوده الى اسبانيا. نتمنى بالتاكيد الريال يجي القاهره قريب جدا ويواجه فريق النادي الاهلي. دي كافه التفاصيل المتعلقه باقامه الاهلي في الدوحه، ميعاد الوصول، وكده معناها ان الاهلي بعد مباراه اورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر مش هيسافر من جوهانسبرج على الدوحه، هيسافر من جوهانسبرج على القاهره، يتم التغيير والتحضير للسفر الى قطر يوم 10 تحديدا، صباح يوم 10 ديسمبر، عشان الاهلي يستعد لهذه البطوله قبل موعد اللقاء الاول باربعه ايام. وفي ورش عمل اكيد هتبقى في الدوحه، في يعني ورشه عمل او جلسه زوم ميتنج هتتعمل يوم 21 من الشهر الجاري، في تفاصيل كثيره جدا هتتعلق بمشاركه الاهلي في هذه البطوله، في ميداليه تذكاريه، في شهاده على مشاركه الاهلي في مباراه كاس التحدي. مش عايز احرق كافه التفاصيل اللي معانا، ولكن احنا النهارده معانا تفاصيل مهمه جدا على توقيت سفر الاهلي الى الدوحه وخوض اول لقاء يوم 14 ديسمبر على كاس التحدي امام الفائز من ديربي الامريكتين. لسه الكواليس ولسه الاخبار مستمره معانا، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. فقره ترند النهارده معانا مجموعه من الاخبار الهامه جدا والمتعلقه باخبار خاصه بالاهلي، سواء على المستوى الدولي او حتى على المستوى المحلي. هبدا معاكم بخبر حصري لبرنامج الترند ومتعلق بالاتحاد الدولي فيفا. اعلن عن نسبه التذاكر المخصصه للانديه في بطوله كاس فيفا انتر كونتيننتال في قطر. كل نادي خلاص الاتحاد الدولي حدد الكوتا والنسبه المحدده من عدد التذاكر. حسب المعلومات اللي عندي من مسؤول الاتحاد الدولي ان هناك رغبه من الفيفا ان يدي كل نادي 1000 تذكره في مختلف الدرجات، بمعنى في مباراه 11 ديسمبر ما بين ديربي الامريكتين المتاهل بين اتلتيكو مينيرو مع بوتافوجو البرازيلي اللي هتتلعب يوم 30 الشهر الجاري في بونس ايرس في الارجنتين، المتاهل من هذا اللقاء مع باتشوكا المكسيكي يوم 11 ديسمبر كل نادي هياخد 1000 تذكره. طيب مباراه الاهلي مع الفائز منهم هتكون برضو نفس الفكرة، الأهلي ليه 1000 تذكرة. لما توصل للفاينل نفس الأمر إن شاء الله، إذا ربنا كرم الأهلي وصل لمباراة استاد لوسيل هيكون ليه 1000 تذكرة. وفي نفس الوقت الاتحاد الدولي حدد خلاص إن 21 نوفمبر الجاري هيتم طرح التذاكر لكافة الجماهير عبر منصة الفيفا. إذا لم ترغب الأندية
في الحصول على هذه الكوتا من التذاكر سيتم طرحها للجماهير بدءا من 21 نوفمبر، وهذه التذاكر سيتم طرحها تباعا على مراحل مش مرحلة واحدة. يعني أول مرحلة تم طرح التذاكر كان يوم 14 لكل حاملي بطاقة فيزا، من 21 نوفمبر هيكون لكل الجماهير، بس هيتم طرحها تباعا على مراحل مش مرحلة واحدة، بحيث أن تقدر الجماهير تلحق تحجز تذاكر خلال الفترة اللي جاية. فده أول خبر حصري معانا أن الفيفا حدد خلاص بنسبة كبيرة جدا نسبة كل نادي من التذاكر المخصصة ليه في بطولة كأس العالم في قطر أو كأس فيفا انتر كونتيننتال. الحاجة التانية وهي متعلقة ب، شفنا الصور واستخدام اسم الأندية أو أسماء الأندية من خلال حسابات الفيفا عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك للاتحاد الدولي، على الانستجرام، حتى من خلال موقع الفيفا على اليوتيوب، بنشوف تفاصيل كثيرة جدا تتعلق بأسماء الأندية. لما اتعملت دايرة كبيرة بأسماء الأندية كان النادي الأهلي دايما هو في الصدارة، في صدر الصورة وفي صدر أسماء الأندية اللي هتشارك في بطولة فيفا مونديال الأندية 2025. النهاردة احنا جايبين لحضراتكم معلومة مهمة جدا تتعلق باختصار أسماء الأندية، ضمكم اهو من خلال الاتحاد الدولي، ده خاص للترند. الفيفا أعلن عن اختصار اسم كل نادي مشارك في كأس العالم للأندية. لما تلاقي اسم الأهلي نازل AHL، ده الاسم المختصر للنادي الأهلي اللي هينزل على نتائج المباريات. استخدام اسم الأهلي على حسابات الفيفا على السوشيال ميديا ومن خلال كل الأمور الترويجية اللي هيستخدمها الفيفا في القرعة وفي كل الإيفنتات اللي هتتنظم حتى موعد انطلاق البطولة في منتصف شهر يونيو من العام المقبل. طبعا الأسماء دي هتستخدم في النسخة القصيرة والثلاثية، أشكال مختلفة على حسابات الفيفا على وسائل التواصل الاجتماعي. ده قدامكم هم، ده عدد الأندية المشاركة من الاتحاد الأسيوي، الاتحاد الإفريقي، كونكاكاف، الكونمونبول، الفيفا، أوكيانوسيا. ودي طبعا الدائرة المستديرة اللي فيها اسم الأهلي بيتصدر يعني الصفحة والصورة رقم واحد، وده هنا متعلق خدوا بالكم كمان بالترتيب الأبجدي، الأهلي العين، خدوا بالكم هي ماشية بالطريقة دي لغاية لما توصل حرف الجي يوفنتوس الاسم الأخير للأندية المشاركة. طيب عندنا خبر تاني أو تالت متعلق بالاتحاد الدولي. غدا الاثنين الاتحاد الدولي هينشئ منصة إلكترونية لكل الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025. منصة إلكترونية يعني إيه؟ يعني هتلاقي في منصة رسمية بتجمع كل الأندية المشاركة عشان تعمل اجتماعات وإيفنتات الفترة اللي جاية عشان تبدأ تشتغل على التحضير لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية. المنصة دي بتجمع بقى الأهلي مع ريال مدريد، مع باريس سان جيرمان، مع يوفنتوس، مع بايرن ميونخ، مع مانشستر سيتي، أكبر الأندية العالمية، من خلال منصة رسمية على موقع الاتحاد الدولي تجمع كل الأندية اللي هتبدأ تشتغل على التحضير لبطولة الفيفا. الناس دي كان دايما تسمع منصة فيفا عقوبات، إيقاف قيد، غرامات. لا، الحمد لله احنا في السكة دي مختلفين تماما. المنصة اللي هتجمع كل الأندية دي صفوة الأندية اللي موجودة على مستوى العالم. فلما تلاقي الأهلي اسمه في منصة ليها علاقة ببطولات فيفا، انت بتتكلم هنا على منصة بتتكلم على الشغل، على التحضير. وقدامكم طبعا الشغل اللي بيتحضر من دلوقتي لبطولة فيفا انتر كونتيننتال، وشفنا المجسم اللي الفيفا أعلن عنه ونشرناه هنا وأعلنا عنه في برنامج الترند يوم الخميس اللي فات. ومش عايز أقول لكم ممكن يكون فيه مفاجأة، بس حسب المعلومات اللي جات لي من مسؤولين بارزين في الاتحاد الدولي، ده مجسم متعلق بالبطولة، بس هناك اتجاه إن يبقى فيه كاس للبطولة. نعم، أيوة، وارد جدا إن يتم التحضير لكأس جديدة في بطولة العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. المجسم ده بيرمز لحاجات كتيرة جدا، عدد الأندية المشاركة، القارات المختلفة، تفاصيل كتيرة جدا يمكن الفيفا شرحها وإحنا أعلناها يوم الخميس اللي فات. ولكن البطولة في حد ذاتها حسب معلوماتي إن يوم القرعة في 5 ديسمبر هيتم الكشف عن كأس البطولة اللي هيتسلم للفريق الفايز، بالإضافة إلى المجسم اللي عرضناه يوم الخميس اللي فات واللي كان دلوقتي معاكم على الشاشة. طيب نروح بقى للشأن المحلي. حسب المعلومات اللي عندي إن غدا الجهاز الفني بيفكر في إقامة مباراة ودية. إقامة مباراة ودية. مارسيل كولر شايف إن المرحلة الحالية محتاجة مباراة ودية قبل انضمام الدوليين يوم الثلاثاء المقبل عشان تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة. عايز أأكد لكم إن طبعا الغيابات عديدة وكثيرة جدا، احنا بنتكلم في 14 لعيب غايب عن صفوف الفريق الأول، ولكن لو هنتكلم على تعويض الغيابات ونقص الغيابات ربنا يكون في عون الجهاز الفني، لأن النهاردة أنت عندك
لعيبه في قطاع ناشئين 2005 بتلعب مع منتخب ميكالي، ولعيبه مواليد 2008 بتلعب في منتخب الناشئين مع الكابتن احمد الكاس في المغرب. فبالتالي اللي تم تصعيده في الفتره الحاليه احنا بنتكلم في 2 3 ابرزهم مثلا مين؟ عبد الرحمن النحاس مواليد 2006، ياسين عبد الحميد حارس 2007. طبعا في لعيبه كتيره للاسف موجوده، او مش للاسف طبعا يعني ما قدرش كولر يستعين بيهم لان هم حاليا موجودين في ارتباطات رسميه مع منتخب الشباب ومنتخب الناشئين. طيب في صفوف الفريق الاول كانت في لعيبه غايبه للاصابه في تدريب الامس، اكرم توفيق النهارده انتظم في التدريبات بعد تعافيه من الام في المعده، وياسر ابراهيم هيكون جاهز طبيا على مباراه الاتحاد السكندري. فكره بقى امكانيه المشاركه من عدمها دي ترجع للجهاز الفني، ولكن ياسر ابراهيم هيكون جاهز طبيا باذن الله على مباراه الاتحاد، وفي صعوبه ان رامي ربيع يلحق بماتش الاتحاد السكندري. ده جانب من تدريبات النادي الاهلي، وبطمنكم ان شاء الله اكرم توفيق هيكون بخير وهيكون موجود مع الفريق في التدريبات النهارده. امتى الفريق تكتمل صفوفه؟ يوم الاربعاء اللي جاي. الاجنده الدوليه هتخلص يوم الثلاث، ولكن هيكون الوقت الزمني ما بين عوده التدريبات بالفريق الكامل لمباراه الاتحاد بنتكلم في 48 ساعه. الفريق يرجع للتدريبات بالصفوف الكامله يوم الاربعاء، يتمرن تدريب اخير الخميس، يلعب مباراه الاتحاد السكندري الجمعه، ودي مباراه صعبه جدا. الاتحاد السكندري متصدر الدوري مع الاهلي ومع الزمالك، مباراتين 6 نقاط، فماتش هيبقى صعب جدا. عموما دي ابرز النتائج او ابرز الاخبار المتعلقه بتدريبات الفريق. كل اللي موجود من قطاع ناشئين، مدافع وحارس مرمى، الاسماء اللي قلتها لحضراتكم عبد الرحمن النحاس وياسين عبد الحميد حارس المرمى، واحد 2006 والتاني 2007. وعموما بكره هتكون في مباراه وديه، ايا كان المنافس، ايا كان فكر الجهاز الفني، اكيد هو بيحضر لماتش الاتحاد بالعناصر اللي موجوده معاه دلوقتي عشان تلعب مباريات، عشان ما يكونش فيه فوارق بدنيه او في الارقام القياسيه ما بين قياسات اللعيبه، سواء اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي مع المنتخب او حتى اللعيبه بعيد عن المباريات في ظل توقف الدوري بسبب الاجنده الدوليه. دي كانت ابرز المعلومات والاخبار اللي معانا. عملنا لفه كبيره شويه كده ما بين تدريبات الاهلي، ورحنا شويه على بطوله قطر، ويعني لمسنا شويه بتفاصيل جديده واخبار مهمه متعلقه بمونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه. لسه عندنا اخبار كثيره وتفاصيل مهمه، ولكن في الفقره الحواريه اللي هينورنا فيها بعد قليل الكابتن احمد شكري احد نجوم النادي الاهلي، اللي هنتكلم معاه في تفاصيل مهمه جدا. الجيل اللي كان موجود ده ازاي قدر يتغلب على فكره الخروج من الاهلي ويلعب في انديه ثانيه؟ دلوقتي كان معانا عفروتو اتجه لقطاع الناشئين، شكري دلوقتي بيفكر ازاي؟ المنتخب الاول ومباريات الرسميه، النادي الاهلي ومنافسات الدوري، ملفات كتيره جدا فرصه نتكلم فيها مع واحد من نجوم النادي الاهلي احمد شكري، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج الترند، واللي بينورنا فيها واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد شكري. اكيد النهارده هنتكلم معاه في تفاصيل كثيره وعديده عن هذا الجيل اللي جه في مرحله صعبه جدا ما بين مرحله التجديد والتحضير لاعتزال جيل وبدايه جيل جديد. كابتن شكري منور الدنيا، وسعيد بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. حبيبي يا محمد، وسعيد طبعا بوجودي معاك النهارده ان شاء الله. عارف انت المرحله الصعبه اللي تصعدته فيها للفريق الاول دي كانت مرحله جيل بيعتزل، وترتيب البيت من الداخل وتحضير لجيل جديد بعد مرحله جيل خد كل البطولات، يعني كان بيقولك كده بياخدوا الاخضر واليابس طبعا، مش سايب حاجه. بص، هي كانت يعني صعبه وسهله في نفس الوقت. سهله ان احنا طلعنا مع زي ما انت بتتكلم احسن جيل جه في تاريخ مصر من وجهه نظري، من وجهه نظر طبعا الناس كلها. فكان السهل ان انت طالع مع جيل عندهم خبرات، جيل بيعرف ازاي يحتوي اللعيب الصغير ويدخلك في وسط الفريق. مظبوط. زياده عن كده كمان بقى ان انت زي ما انت بتتكلم ان احنا خلصنا كاس عالم، والحمد لله ظهرنا بمظهر كويس. فقدرت اللعيبه الكبيره اللي هي تدخلك في وسط الفرقه. بس اللي ما خدمناش يا محمد يمكن شويه الظروف، البلد والثوره وطبعا بالظبط. ويمكن احنا يعني كل واحد لعب من 2009 لحد حوالي 2014. تمام. في الفتره دي مش النادي الاهلي اللي بيغير فيها مدربين كتير، احنا عدى علينا مدربين كتير جدا في الفتره القصيره دي من كتر ما الدنيا ما كانش فيها استقرار يعني. صح. البلد كلها. فيمكن انا من وجهه نظري دي من ضمن الاسباب اللي اثرت علينا شويه ان احنا ما خدناش حقنا يعني شويه. الجيل اللي كان موجود معاك وقتها شكري، شهاب، عفروتو،
فاكر انت الفتره دي كنتوا جايين من منتخب الشباب 2009 بالظبط، ورحتوا بعدها اتحطيتوا في الفريق الاول وقتها وتالقتوا ولعبتوا وكان لكم دور حتى مع الكابتن حسام بدري وقتها في 2009 2010 بالظبط. ثم بعد ذلك بقى حصلت الظروف السياسيه اللي خلت الدوري والمنافسات نفسها مش مستقره زي قبل كده. ما هو بالظبط زي ما انا بقول لك، يمكن الحمد لله يمكن بدانا احنا على طول بعد كاس العالم على طول تصعدنا للفريق الاول، يمكن الحمد لله يمكن انا وشاب وعفروتو يعني كان اكتر الناس اللي تواجدنا مع الفريق الاول وكنا بنلعب بصفه اساسيه. يمكن الحمد لله كمان محمد، يمكن دي برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد كان سعيد بيها، ان انت كنت لسه بتبدا مع الفريق الاول وكنا بنلعب زي ما انت عارف دوري ابطال افريقيا، يمكن شاركت في الماتشات كلها ماتشات اساسيه اذا كان بنزل صحيح. بديل فكانت طبعا يعني كانت بدايه كانت مهمه جدا لينا احنا في حياتنا. يمكن زي ما بقول لك الظروف بس البلد ما خدمتناش باللي احنا كنا ممكن نوصل له يعني، بس قدرنا نعوضه ده بره يعني الحمد لله. لو عاد بيك الزمن من تاني تاخد نفس القرار انك تحاول تشوف فرصتك في مكان تاني ولا كنت تحارب على الفرصه؟ لا والله مش كده يعني. يعني لو يرجع بيا الزمن تاني يمكن انا قلتها في اكتر من مره، استحاله كان الواحد يتحرك من النادي الاهلي. يمكن انا كان انا يعني الوحيد يعني بعيد عن زمايلي اللي كان طلبته انت اللي طلبته. انا يعني كان في فرصه ان انا اقدر اطلع اعاره، كان الكابتن علي عبد الصادق موجود. يمكن كان قاعد لحد اخر يوم في الكده يا محمد، ففضل ورايا عشان اطلع اعاره، او ان انا ما كان رامي ربيع راح البرتغال ان انا يبقى ليا فرصه ان انا ابقى متواجد ما اتقيتش في القائمه عشان يضمنوا حقوق رامي. فيمكن شويه كان بقى عارف اللي انا كنت بحكي لك عليه، كان ظروف البلد صعبه وان انت احنا كنا بنشارك مثلا الكره كلها واقفه في الفتره ديت واحنا الوحيدين اللي بنلعب افريقيا. مظبوط. فافريقيا كمان كنت على طول يعني عارف العدد قليل قوي اللي بيلعب، ان انت ما عندكش دوري ما فيش روتيشن كتير، فكان خلاص هو ال 11 لعيب مثلا اللي بيلعبوا تغييرتين ثلاثه كل ماتش وخلاص والسنه خلصت. في خمس تغييرات كمان. ما انا بقول لك بالظبط، انا بقول لك اثنين ثلاثه كمان وغير كده وكده ما عندكش بطوله ثانيه يا محمد. فخلاص فانت اوريدي يعني اللعيب اللي بيلعب بتقدر تاخد الاستشفاء بتاعه كامل ويقدر يبقى متواجد الماتش اللي بعد، ما فيش روتيشن كتير. فيمكن ديت ده انا بقى كنت حاسس شويه ان انا لا زي ما انت بتتكلم لما تبدا مع طبعا مع كابتن ابو تريكه وبركات ومتحف وكابتن وائل، يعني مش عايز اقول لك الاسماء كلها كانت عامله ازاي معانا. فان انت تبدا مع الجيل ده وانت تلعب وتظهر، مصر كلها كانت يعني مستنيه احمد شكري هيبقى يعني قد كده 10 مرات، يمكن الظروف ما تخدمكش. فكنت انا عندي بقى حته ان انا نفسي العب واشارك بصفه اساسيه، فعشان كده هو ده اللي خدت قراره. لكن لو تقول لي دلوقتي يرجع بيك الزمن تاني اقول لك لا، هعمل زي ما الناس كلها بتعمل دلوقتي. اللي ما عندوش فرصه بيشارك في النادي بتاعه بتعمل ايه؟ يمكن انا عملتها، طلعت تليفونات بني سويف اعاره لو ما اعرفش تفتكر ولا لا. فاكر طبعا، طلعت الحمد لله رحت سموحه. بالظبط. لا بس سموحه كنت خلاص كنت خدت قرار اني مشيت. بالظبط. لكن حته الاعاره يمكن انا رحت تليفونات بني سويف اديت موسم اكتر من رائع ورجعت تاني اشارك. فلو كانت يعني عملت نفس القصه ديت سنه مع التانيه ممكن تلعب بره وبعد كده تبقى موجود في النادي الاهلي، كان زمان الواحد دلوقتي موجود ويعني من كباتن الفريق. بس هي خلاص الكرة في الاول في اخر نصيب، والحمد لله على اللي الواحد وصل له يعني الحمد لله. في التوقيت ده الجيل بتاعكم كان ظروفه مختلفه شويه، يعني سعد سمير كان موجود بس كانت في تغييرات في الدفاع فقدر يحط نفسه مع وائل جمعه ومع المجموعه اللي كانت موجوده، عكس شكري وعكس عفرته وعكس شهاب. يمكن شهاب خد ماتشات برضه بس وجد صعوبه، لان في التوقيت ده انت بتتكلم في لعيبه كانت يعني اساسيين في منتخب الوطن. بالظبط. مين كان وقتها في المركز بتاعك؟ بص لا يمكن انا وشهاب اكتر اتنين شاركنا يعني في بدايتنا شاركنا مع الفريق الاول. بصفه اساسيه تمام. يمكن سعد خد وقت شويه. سعد عكسنا بقى. يعني سعد عكسنا، يمكن اول سنتين طلع اعاره تمام، واحنا اللي كنا موجودين في نادي الاهلي كملنا شويه. فسعد بقى ده اللي كنت بكلمك فيه، طلع اعاره هنا كسب خبرات، هنا لحد ما كابتن وائل مثلا اعتزل، واحمد السيد برضو نفس القصه ما يعني خلاص مشي من النادي الاهلي. فخلاص فبقى هو يعني هو الوحيد اللي يعتبر في جيلنا اللي ما شاركش بدري معانا، بس هو اللي استمر بعد كده في النادي الاهلي. يعني فتره اعارته جت بالفايده عليه حتى لما انضم للاهلي، وفي وائل جمعه في اخر سنه او سنتين ليه كان جاهز هو الاهلي بالصف الثاني انه يبدا سعد بعد رحيل او اعتزال ما بالظبط. لو تفتكر يا محمد نفس القصه دي حصلت بالظبط مع عبد المنعم. النادي الاهلي صح. استفاد بيه ان هو طلع سنه خد خبرات، مصر كلها اتكلمت على محمد عبد المنعم في سموحه. مظبوط. بعد كده السنه اللي بعديها الاهلي ما استناش، قطع الاعاره. ودلوقتي محمد عبد المنعم عمل مواسم في نادي الاهلي اكتر من هايله. فراح احترف. فده اللي بقول لك عليه، كان شويه
الواحد يعني ما فيش النضج اللي الواحد فيه طبعا دلوقتي. طول بص في المجال الكوره محمد، طول ما انت موجود فيه كل يوم بتكسب بتكتسب خبرات. خبرات صح. فيمكن يمكن الواحد كان صغير شويه، وانا كمان والواحد صغير كان الواحد قراراته يعني عارف انت بتاخدها من غير ما تفكر شويه، لكن دلوقتي لا الحمد لله بقى لحد ما الواحد ايه بيفكر بالعقل اكتر من الـ من الـ يعني عارف من العاطفه شويه. مين اقرب واحد كان ليك من الفريق الاول وقتها؟ والله بص انا الحمد لله يعني ببقى قريب من يعني الحمد لله قريب من الناس كلها، ولكن ما كانش في حد يعني قريب قوي، كان كلهم يعني في النادي الاهلي عارف كلنا بنبقى عيله دايرة واحده واحدة. بالظبط، فكان كلنا عيله واحده يعني ما فيش شخص معين يعني. طيب انت رحت تليفونات بني سويف، سموحه، المصري بدون ترتيب يعني، بالظبط انبي، المقاولين، المراحل دي كلها، شايف اللفه دي يعني ايه العلامه اللي ممكن شكري وقف عندها وقال يمكن دي افضل محطه انتقلت اليها مثلا بعد الاهلي؟ بص كل محطة ليها وقتها. يعني مثلا في التليفونات فرقت معايا ان انا كنت شوية عارف مش ظلم، بس كنت في فترة من الفترات انت بدأت كويس، فكنت مستني ان انت تبني، ولعيب الكورة زي ما انت عارف طول ما انت رجليك في الملعب هتيجي بالظبط مستواك بيزيد. فانا يمكن دي أثرت عليا شوية لما رحت التليفونات رجعت، بس بعد ما رجعت بقى اللي قلت لك عليه اثرت معايا في ايه، ان احنا كنا بنلعب افريقيا بس، كان ساعتها متهيألي الكابتن حسام البدري كنا بنلعب في الجونة وقتها بالظبط صح كده. الفتره دي، فدي ما شاركتش فيها يعتبر كتير، فالطبيعي ان انت لما بتشاركش ما فيش دوري زي ما اتكلمنا، ما فيش كاس، ما فيش اي حاجه، فالطبيعي لازم انت بتبعد شويه لحد ما تاخد ماتشات تاني فورمه الماتشات وترجع. يمكن دي كان ليها وقتها، لكن انا من وجهه نظري اكتر مرحله كانت احمد شكري ماشي فيها كويس وعملت اكتر من موسم كويس كان فتره المصري مع كابتن حسام حسن، لان كمان الفتره دي كان كابتن حسام مجمع فرقه بصراحه محمد يعني اكتر من هايله وباقل الامكانيات. يعني نادي مصر ساعتها ما كانش فيه امكانيات طبعا زي دلوقتي خالص، ورغم كده عملنا فرقه كانت مصر كلها بتتكلم عليها الفتره ديت. لما انت معلش بالامكانيات دي وكنت ند الاهلي وزمالك وانديه كبيره كانت تعرف ان قد صح ايه الفرقه دي كانت كويسه، وقد ايه انا على المستوى الشخصي بتاعي ان كنا بنلعب افريقيا ودوري يا محمد على طول الحمد لله، على طول من اكتر اللعيبه احراز للاهداف ومساهمه كمان للاهداف يعني. في فترة تصعيدك انت كنت بتلعب اساسي في فترة كبيرة وطويلة مع الكابتن حسام البدري، ويمكن هو الوحيد اللي في الفترة دي اداكوا الثقة اكتر وكان عايز يدفع مجموعة الشباب، فانت نازل وعديك انت بتتكلم في بركات وابوتريكا، بالظبط كنت بتعيش الجو ده ازاي او بتتحضر نفسك ازاي لمباراة وانت نازل الملعب وعلى الدكة في ناس كبيرة يعني اساطير. اسماء اساطير؟ ما بص والله يعني مش عايز مش مهما هتكلم مش هدي طبعا للناس دي فعلا عملته والتاريخ اللي عملوه، بس انت بتتكلم لما بعد انت طالع بعد 2009 2006 و2008 و2010 باهداف، فجيت ساعه كاس العالم عارف انت اول ماتشين ما قمتش حتى ما كنتش بقوم اسخن من على الدكه، فالماتش ده فكنت مضغوط جدا وعارف انت تعب سنين، فانت خلاص مستني الفرصه ديت ان انت ايه عارف تعلم بقى مع الناس والناس تعرف مين احمد شكري. فكان الجونين بتاع ايطاليا دول هم اكتر يعني جوان أكثر. مؤثره معايا. طب انت خدت مع النادي الاهلي 6 بطولات، ايه البطوله اللي شايفها علامه فارقه في حياه احمد شكري الكرويه؟ بص انت عارف طبعا بطوله افريقيا هي اغلى بطوله، يمكن الحمد لله الواحد شارك مع نادي الاهلي في بطولتين، وهي فبطوله افريقيا طبعا هي والكونفدراليه. هي والكونفدراليه. بالظبط هم اكتر بطولات يعني هي اللي عارف اللي بيحبها النادي الاهلي، فاكيد هم دول اكتر حاجه بصراحه. طيب انت كلمت على اهدافك، مباراتك مع الاهلي احنا عملنا احصائيه كده 63 مباراه سجلت فيهم 7 اهداف، بس مباراه بغض النظر عن التسجيل او عدم فاهم. التسجيل شايفها اهم مباراه ظهر فيها احمد شكري؟ اهم مباراه كانت ليا اهلي وزمالك، اهلي اول ماتش وزمالك ليا اهلي وزمالك اول قمه. اول قمه، فطبيعي انت عارف استاد متقفل فاكر انت مباراه القمه دي كانت دايما هي المباريات اللي بتقول مولد نجم جديد. بالظبط. فالماتش دوت كابتن كان معانا كابتن حسام البدري، فبدات فيه اساسي، فالحمد لله محمد عملت ماتش يعني ماتش بالنسبه لنا ماتش تاريخي اللي هو اداء وكل حاجه. يمكن الماتش ده خلص 0-0 بس لا انا يعني عارف الناس كلها اتكلمت حتى اهلاويه وزملكاويه، لا كان الواحد فارق قوي
وكان في الزمالك خلي بالك نجوم كبيره يعني، كان شيكابالا وميدو وعبد الواحد السيد وعمرو الصفتي، كان نجوم يعني كبيره. فده اكتر ماتش اللي هو اهلي وزمالك اللي يعني كنت اديت فيه بصفه كويسه يعني. طيب وانت بتلعب في التشكيله الاساسيه مع النادي الاهلي معاك احمد حسن بركات ابو تريكه، هل في مره التشكيله دي اتجمعت معاك وكان لازم حد منهم يبقى على الدكه وانت موجود؟ لا مش متذكر والله، بس انا بس لو متواجد معاهم في الملعب يعني التناغم اللعب التفكير. بص انت بتتكلم معاك كواليتي عالي قوي، وانت انا عن نفسي انا بحب لما يكون بتلعب يبقى اللي قدامك انت عارف انت عايز تعمل ايه من قبل، دي خلي بالك مهمه جدا يعني، ممكن بالعين يا محمد خلاص مش لازم. بالظبط، فكان معاك الجيل ده من كتر البطولات ومن كتر الخبرات اللي عندهم، فانت خلاص، فكان الواحد عارف انت يعني. انا كنت احب جدا لما العب ورايا سيد معوض، هو كان بيتعبني دفاعيا بس كنت بتمتع جدا. انا ليه هو اللي بيرجع ولا انت اللي ترجع؟ لا انا اللي برجع، انت بقول لك اللي كان بترجع بيتعبني لان انا. هو الباك كان ليفت. معانا الكابتن حسام والكابتن علاء، فكان ايه طبعا انت لعيب الصغير فانت كابتن علاء لازم ميوب. فكنت انت لازم انت اللي تشيل. اجري انت. بالظبط. لكن كنت ببقى سعيد لما كان بيلعب ورايا سيد معوض، لان هو لعيب كوره وانا بحب الباك اللي ورايا. بحب ان احنا عارف انت تبقى جبهه وتعمل تلعب كره هو قصيره مهاري كمان. بالظبط. فكان كنت ببقى سعيد جدا مع سيد معوض لما بيكون هو بيلعب ورايا يعني في كابتن باك علاء ليفت. ميهوب والكابتن حسام البدري في التوقيت ده وانتم مجموعه من اللعيبه الصاعده من قطاع الناشئين، التعامل معاكم كان تعامل نفسي تعامل فني؟ كان قريبين منكم؟ بص وانا يعني اعرف شخصيه كابتن علاء ميهوب تحديدا، لو كابتن حسام بيشد كابتن علاء بيرخي شويه او بيهدي شويه. هقول لك على حاجه، لا الكابتن علاء بقى بالذات يعني كابتن علاء ميهوب هو مربينا من احنا صغيرين، لان من هو كان القطاع. معانا في طبعا كان معانا في قطاع الناشئين تحت واحنا في البراعم، فمسكنا فتره فهو كان عارفنا يعني، هو عارف كان قريب مننا، كان على طول هو اللي بيدخلنا في الفريق. ومثلا لما كان يلاقي واحد يتدلع شويه او حاجه، محمد انت عارف كان هو اكنه زي والدك بالظبط، صحيح. يقرص عليك، فكان على طول هو مفوقنا. لكن الكابتن حسام الثقه بتاع يعني اللي هو اداها لنا، ان انت لعبت كاس عالم وظهرت بمظهر كويس، فدخلك يعني ايه عارف مقتنع بامكانياتك يا محمد، فدخلك على طول ما يعني عارف خلاص، مش مثلا يقول لك ايه ممكن اي مدرب تاني ده لسه ناشئ هصبر عليه شويه، لا الكابتن حسام يعني انا فاكر اول ماتش ليا بلعب بتروجيت وكانت النتيجه متهيألي 0-0، وراح بين الشوطين راح منزلني من ثقته يعني، ده كان اول ماتش فاحمد ليا. شكري. بالظبط. فلا بصراحه كانوا بيتعاملوا معانا يعني الكابتن حسام او الكابتن علاء، هم الاثنين كانوا بيتعاملوا معانا كويس جدا بصراحه. طيب بتتعامل ازاي كان مع سعد ومع عفروتو والمجموعه اللي كانت موجوده دي وقتها؟ يمكن كنت بلاحظ ان انت وشاب قريبين اكتر، وعفروتو وسعد واخدين جانب تاني لوحدهم بيعملوا بقى الافيهات والكوميديا والجو اللي انت عارفه. لا بص احنا بص يعني انا بص يعني احنا كلنا لا كلنا يعني متربيين مع بعض واحنا صغيرين، اكيد فاحنا كلنا مع بعض، اكيد. بس هو دي يعني ربنا بيبقى مد الواحد كده خف الدم، فكانت عند سعد وعفروت. وعفروت. فما كانش بنقعد في حته غير خلاص انت عايز تضحك هتجيب مين؟ سعد وعفروت الاثنين. بس، انت يعني انت تجيبهم في قعده وتقعد بس انت ايه تتفرج. فكان لا يعني بصراحه محمد كواليس كتير جدا في منتخب شباب والنادي، حتى النادي الاهلي في فيديوهات كانت بتنزل لو تفتكر قناه عرضنا الاسبوع الاهلي، اللي فات مع عفروت. كنت انت معانا ساعتها، فكان حاجه بصراحه. عملوا فيك مقلب قبل كده؟ لا انا ما عشان انا كنت عارف يعني في حالي شويه بس، لا تمام. لكن هم كانوا عفروتو سايبين حد في حاله. ليه؟ لا ما هم يعني كانوا سايبين حد في ما حاله. بيسيبوش حد، بس عارف انت اللي بينكش معاهم هم تعالى بقى تعالى يعني. بقى. بيجيبوه، فانا كنت ايه على طول ايه هادي شويه، فايه فكنت بعيد يعني، الحمد لله ما لحقونيش. الحمد لله. الحمد طيب لله. شكري بعد المشوار الطويل الجميل ده اللي لغايه دلوقتي جمهور الاهلي فاكر شكري وفاكر مبارياته واهدافه مش بعيد عننا، اعتزلت ليه في توقيت زي ده ممكن انت شايفه يكون بدري شويه؟ بدري بس خلاص. للاسف محمد الكره بقت صعبه قوي يعني، الكره خلاص بدل انت ما فيش ابداع وما فيش خلاص، اغلبيه المدربين دلوقتي للاسف اللي احنا واصلين له اللعيب اللي هو بقى المهاري او اللي بيستخدم الحل مش الفردي اساسي بالنسبه لهم. بقى لا التفكير دلوقتي الاساسي ان هو عايز واحد يجري وقوه وسرعه وضرب اكيد انت بتسمع الكلام ده كتير. فانا الواحد لا انا ما طول عمري زي ما انت عارف انا بجري ومن اللعيبه اللي هي لا اللي بتقاتل في الملعب والكلام ده كله، بس ربنا مديك موهبه اللي هي الكوره وبتحب تلعب كوره وتحب يعني الناس تبقى مبسوطه لما بتشوف الكوره معاك، فيمكن دي اثرت مع الواحد شويه. وغير كده وكده زي ما انت عارف
اخر كام سنه يمكن دي من ضمن الاسباب اللي اثرت عليا، فخلاص فانت نزلت درجه درجتين فخلاص، فشفت تبقى ان صعب العوده شويه. لا صعب، وغير كده الكرة تحت محمد صعبه كملاعب اصعب كتير، بكتير جدا، كبنيه تحتيه وكظروف واجواء كل مختلفه. حاجه، اذا كان انت في الدوري دلوقتي الدوري ممتاز ما عندكش يعني غير كام ملعب اللي بتعرف تلعب عليهم يصلحوا كوره فعلا. بالظبط يصلح، فما بالك بقى في الدرجات اللي تحت بتبقى صعبه قوي. فخلاص فاستخرت ربنا ودخلت مجال التدريب، وبرضو مع التدريب الحمد لله يمكن بخش تعادل او تعمل تقدم، يعني ايطاليا متقدمه بالظبط تعادل، تقدمت بهدف تاني. بالظبط. طب بعد المباراه دي بقى اكيد بقى الصحفيين وكل وسائل الاعلام عرض احتراف لاحمد شكري في ايطاليا وفي اوروبا، طبعا فاكر انت الايام اللي طبعا. بص مش عايز اقول لك انت اكنك كنت في بص في حلم، ان انت بالظبط عشان نتكلم بصراحه انت بتتكلم من قبلها ب 24 ساعه، انت ما حدش مين يعرف احمد سوري، يعني ما حدش يعرف مين احمد شكري بيلعب فين. لا في الناشئين الحمد لله الناس كلها كانت عارفه امكانياتنا، بالذات السن اللي هو المواليد 89 بتاعنا في الناشئين كان يعني النادي الاهلي كله عارف امكانياتنا ايه، لكن لما تلاقي خلاص انت لما كبرت شويه محدش عارفك. فانت تخيل بقى في يوم وليله يا محمد يعني بالظبط في 90 دقيقه خلاص بقى انت مصر كلها عرفتك، وكنت بتلعب في مدرجات، انت استاد القاهره متقفل ما فيهوش مكان واحد، فكان عارف انت شعور جميل بصراحه. وكمان انت بقيت بقى بعد ما خلصت كاس عالم محمد انت بقيت ماشي في الشارع الناس خلاص عارفاك، بس ده برضو يرجع للنادي الاهلي، ان انت معلش لو مع احترامي لو في اي نادي تاني مش في النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعليك كتير جدا، النادي الاهلي بيكبرك بيختصر عليك حاجات كتير جدا. يعني انا لو في نادي تاني غير اهلي او زمالك او الانديه الكبيره وبعد كاس عالم ورحت لعبت مع فرقتك، ناس كتير اكيد. لعب ما كانش مش زي ما بتلعب في النادي الاهلي، ان الجمهوريه بتفرق كتير قوي. طيب في واحد عايز يمسي عليك ويرحب بيك الاول على شاشه الاهلي، قول له الو. الو يا سيكو. خلاص كده هو دخل بكلمه السر. خلاص كده عامل ايه يا درش؟ عامل ايه يا سيكو اشياكا حبيبي يا درش، ربنا يخليك عفروت والله العظيم. وانت كمان ابو سعيد عالمي، عامل ايه حبيبي يا مصطفى؟ يمكن معانا مصطفى عفروت، يمكن وحشناك شويه ولا ايه؟ والله العظيم انا نفسي كل يوم اطلع معاك والله العظيم. يا الله يخليك يا عفروت. فاكر الايام الجميله وجود شكري وشهاب وسعد والمواقف اللي كانت موجوده ساعتها وانتم متصاعدين من القطاع، ولعبتوا مع سكوب والكابتن هاني في 2009 وتصعدتوا وقتها فريق اول، كابتن حسام البدري، كابتن علام ايوب، يعني كانت فتره سنوات مهمه جدا يا عفروت. والله العظيم يا سعيد يعني من اجمل ايام حياتنا، يعني انت معاك شكري طبعا متالق ونجم كبير وراجل يعني مش عايز اقول لك الطيابه والجدعنه والاصول كلها في شكري والله. فدي كانت اجمل ذكريات حياتنا اللي احنا مع بعض. ويا شكري بعد اذنك ما تقولش البلاوي اللي انت عارفها. مش هينفع، مش هينفع على الهوا يعني، مش هينفع احنا على الهوا. ايوه انا بقول له مش هينفع على الهوا. والله العظيم يا سعيد يعني دايما احنا لما بنتجمع بنقول الحمد لله، يعني احنا محظوظين ان احنا اتربينا في نادي اسمه النادي الاهلي كيان كبير، فدي نعمه من ربنا طبعا الحمد لله انا معلينا بيها، لان الناس لسه فاكرانا، مش فاكرانا عشان احنا ناس جامده ولا حاجه، لا فاكريننا اللي احنا اسمنا مرتبط باسم النادي الاهلي بالظبط، فدي حاجه احنا دايما بنقعد نتكلم فيها، فدي نعمه كبيره قوي علينا بصراحه. ولاد النادي اتربوا في النادي وعاشوا في النادي. طبعا دايما لما بتيجي سيرتكم حتى مع جمهور الاهلي لغايه النهارده حتى على السوشيال ميديا الناس بتتكلم عنكم كل خير. لا لان ده بيتنا والناس يعني احنا من واحنا عيال صغيره من 9 سنين واحنا متواجدين في النادي الاهلي، فجميل جدا كمان. ان انت بتقعد تكبر وتشوف الانجازات اللي النادي الاهلي بيحققها وانت بتتربى في نادي كله قيم ومبادئ، فالنجاحات ديت وانت كبير بتعيشها برضه، فدي نعمه كبيره قوي علينا. تمام مش عايز اقول حاجه؟ عايزينك بقى تطلع لنا كده نجوم كبيره دارش. ها البراعم بقى. مش لاقي يا شكري، مش لاقي واحد زي عفروتو خالص. مش هتلاقي والله يا ابني، ما هتلاقي. لسه ما لقيتش حد كده في مواصفات عفروتو شويه. ولا لاقي شكري ولا شاب ولا هشام ولا عفروتو، مش لاقي خالص. وهشام محمد كمان. صح الكابتن. الكابتن وقتها. طبعا. وهشام محمد. بس يلا شكري. ايه يا دارش؟ في من سعد كتير. الايه؟ في من سعد كتير. اللي بيضربوا يعني ولا ايه؟ سعد كمان بيقطع في سعد. بيقطع في سعد هتطلع لعيبه مدافعين بنفس مواصفات سعد يعني ولا ايه؟ بس رجوله يا عفروتو. يا ريت اتمنى يلعب زي سعد ياخد رجولته بصراحه يعني. اتمنى واحد في ربع رجول سعد، بس ده اللي انا اتمناه يعني. اصل انت اديته واحده برضه على الهوا. ما لا ده انا بهزر بس عشان هيكلمنا، هيعرف دلوقتي هيكلمنا. بقول لك ايه، سعد واحنا صغيرين غفلنا كلنا. ها خلينا نلعب احنا وبعد كده احنا مشينا، هو الوحيد اللي كمل. ها
يا ابن الذين سعد، يا ابن الذين. قال لك سعد راح عمل اعاره سنتين، ظبط اموره ورجع على الجاهز، لكن احنا دخلنا في المعمعه فما لحقناش نقدر نستمر. احنا اصلا يعني احنا اصلا الناس بقت بتدور علينا بعد الثوره مش العيانه. طب بقول لك ايه، انا لاحظت حتى في كلام شكري الجيل بتاعكم كله رايح في مجال التدريب، يعني ده معناه ايه او هدفه ايه او شايفه ازاي؟ والله سعيد يعني عارف هي الفكره، طول عمرنا في الملعب وطول عمرنا كل حياتنا كوره، فالطبيعي ان انت مش هتبعد عن الملعب او هتبعد عن المجال اللي انت بتحبه، فاحنا دايما كلنا ركزنا في الطريق دوت، والطريق دوت لما احنا والتأسيس إيه؟ التأسيس اللي احنا خدناه من الكابتن بدر رجب، عارفين ازاي كان بيتعامل مع لعيبه صغار في عفروطه يقدر ينقله في يعني في احسن صوره. مظبوط مظبوط صح. انا كنت لسه انا متفق معاك تماما، لسه كنت اعيد على كلامك، لان احنا لقينا نفسنا في الطريق دوت. انت نفسك بتختار حاجات كتير بس دايما بتروح لحتت كده انت بتميل ليها، فاحنا اتعلمنا زي ما قلت لك يا سعيد وشكري زي ما قال لك ان احنا اتعلمنا يعني على ايد اساطير، فغصب عننا بقى الحاجات ديت احنا بننقل الخبرات اللي احنا اكتسبناها منهم، فبنقدر نوصل للناس والاجيال الجديده الحاجات اللي احنا اتعلمناها جوه النادي الاهلي باذن الله. شد حيلكم بقى قريب، نشوفكم كده قصاد بعض، شكري ماسك فرقه وعفروتو ماسك فرقه، ونتفرج بقى على ادائكم في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله سعيد ومتعلق انت وشكري بالتوفيق دايما ودايما متعلقين يا رب. حبيبي ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله. تسلم تسلم. مصطفى عفروتو احد من نجوم النادي الاهلي، واللي حاليا بيقود مرحله جديده في تدريب البراعم والاكاديميات والقطاعات الناشئين في مدرسه جديده، اكيد باذن الله ننتظر منه مستقبل كويس جدا في اجيال هتبقى صاعده لمستقبل الكره المصريه. طب شكري، لو انتقل لمرحله التدريب، ليه اخترت التدريب؟ بص انا حابب الحته الفنيه شويه، يمكن كان معانا يعني الحمد لله اتعاملت مع مدربين كبار وكل واحد استفدت منه حاجه، فالحمد لله. يمكن كان بنعمل ساعتها سعيد بنجيب ماتشات قبل ما بتلعب فرق وبتشوف النقط الضعف والسلبيات والايجابيات ايه في كل فريق، فكان الحمد لله كان على طول لما بنعمل مثلا كده ممكن مدير فني يقول لك انت شايف ايه نقط الضعف نقط القوه، كنت على طول الحمد لله بتبقى شايف حاجات الحمد لله يعني ممكن محدش كتير شايفها. فشفت ان انا باذن الله ممكن يكون ربنا ما يعني ما ادانيش كل حاجه، مش احسن حاجه كنت اتمناها وانا بلعب في المشاركه بالظبط في كاسم وكتاريخ في النادي الاهلي، فشفت ان انا اخد مجال التدريب وان شاء الله انا حاسس ربنا يكرمني مع طبعا مع الشهادات مع التعليم مع الكلام ده كله، ممكن ان شاء الله في المستقبل ان ربنا يعوض الواحد في مجال التدريب يعني، والواحد يقدر يعمل نجوم كبيره باذن الله يعني. يعني اسالك عن التجربه دلوقتي، بتعمل فيها ايه وبتفكر ازاي وهتحضر ازاي للمستقبل؟ كل ده بالتاكيد، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. الوقت بيجري بسرعه مع احمد شكر، احنا بنتكلم على الذكريات والايام الجميله والبطولات والمراحل اللي كان فيها نجوم من ولاد النادي الاهلي قدروا يسطروا تاريخ كبير جدا، وكان ساعتها الفريق ميكس بقى ما بين نجوم مكسرين الدنيا مع المنتخب موجودين في الاهلي، والاهلي مطلع عدد من قطاع الناشئين لاعبين متميزين جدا. طيب بنتكلم دلوقتي على مرحله التدريب، محتاجين بقى الفتره الجايه دراسات مع الاتحاد الافريقي، لايسنس، انت عارف بقى الرخصه التدريبيه مهمه طبعًا جدا الفتره الجايه. شكرا طبعا. بص لازم لازم هتبدا تدريب، لازم تبدا صح ولازم تتعلم، مش عيب او اي مجال انت بتاخده يا محمد لازم تتعلم فيه، اذا كان اعلام اذا كان تدريب اذا كان اداره، فلازم مفيش حاجه تطلع كده في يوم وليله تقول انا مهما كان انت اسمك وتاريخك بس لازم تتعلم. فاكيد الحمد لله يمكن بدات لسه بعد ما بطلت على طول، يمكن بدات في دايموند تدريب مع كابتن حسن مصطفى، يمكن حصل حبه اخفاق كده في الاول ولسه لحد دلوقتي يعني موجود، لسه ما فيش جديد يعني. طب ايه اللي عايز تحققه كمدرب وما حققتوش وانت لاعب؟ اللي عايز احققه مدرب ان انا ان شاء الله يعني ابقى مثلا مدرب كويس قوي، اخد بطولات، وحلم ان شاء الله في يوم من الايام ان انا اجتهد وامسك ان شاء الله النادي الاهلي في يوم من الايام باذن الله. باذن الله باذن الله. مرحله من المراحل ممكن تشتغل في القطاعات، تبدا بالمراحل السنيه تتصعد شويه شويه لغايه فوق. بالظبط، اكيد نفسي في دوت، وحتى لو ما جاتش في قطاع الناشئين
ممكن ان انا بص شويه محمد حابب يعني الفريق كبير شويه يعني حابب عفروتو مثلا حابب الجزء اللي هو الولاد الصغيرين ان هو يبدا واحده واحده معاهم من تحت ويأسس. يمكن انا حابب لا حابب الفريق الاول بالظبط حابب فريق اول على طول. فممكن زي ما انت بتتكلم كده الواحد ياخد خبرات اذا كان لو في الاهلي ممكن ان انت تبقى مثلا مدير فني في فرقه تحت لحد ما ربنا يكرمك وتطلع واحده واحده زي ما الكابتن سامي قمصان كده الراجل ما شاء الله كسب خبرات وموجود. لاما لو ما فيش نصيب طبعا هتشتغل بره. ونفسي يعني اللي انا ما قدرتش احققه اللي هو كاعمل تاريخ واسم وطبعا الحمد لله كبطولات الحمد لله خدت بطولات مع النادي الاهلي لكن على المستوى الشخصي في التدريب نفسي ان انا يبقى ليا بطولات واقدر اعمل حاجه تفيد المنتخب باذن الله. انا عايز اقول لك مفاجاه، يمكن المدرب الفرنسي الكسندر لافيت المدير الفني لفريق استاد ابيجان اللي هيلعب الاهلي الثلاثاء بعد القادم عن 27 سنه. خلاص اللي هو بس للاسف بس خلينا بقى نتكلم كلام منطقي شويه. هنا حته الادارات برضو في مصر بقت اصل لسه لعيب ما فيش خبرات ما في مدرب ما فيش خبرات لا لسه شويه يا جماعه خلاص انت زي ما انت بتتكلم خلاص في العالم حتى كله دلوقتي اللعيبه خلاص اللي بقت تبطل بتاخد الدراسات بتاعتها يا محمد والشهادات وتبدا خلاص تمسك. تيرو هنري كان ماسك منتخب فرنسا الاولمبي ولاعب منتخب مصر في الالعاب الاولمبيه بالظبط وغيره وغيره ناس كتير يعني خلاص انت بتبطل خلاص بتمسك الفريق وبتشتغل معاه وتلاقي خلاص لكن حته ان احنا دلوقتي بس في مشكله عندنا في مصر للاسف يا محمد احنا بنستعجل قوي على التغيير يعني يا بنستعجل قوي يا بنصبر قوي مفيش عارف حته الوسطيه دي. فدي انا بشوفها فين في النادي الاهلي الوحيد اللي عنده الحته دي عنده التوقيت التغيير اكتر نادي في مصر من وجهه نظري عنده التوقيت ان هو امتى التوقيت ان هو يغير فيه يعني حتى انا وجهه نظري حتى النادي الاهلي ما كانش كسب السوبر المصري وما كسبش النادي العين كان كولر هيفضل مكمل لان النادي الاهلي طبعا بطولتين وكل حاجه بس النادي الاهلي ما عندوش سياسه ان انا عشان ماتشين خسرتهم ان انا غير مدير فني. لا النادي الاهلي بيديك مساحتك ممكن يديك وقتك دوري كامل تقدر ممكن تعدل فيه وتقدر لكن النادي الاهلي تخيل انت لو كان بعد ماتش السوبر مثلا قدر الله انت ما كسبتش وماشي اللي هيجي هياخد وقت عقبال ما يخش مع الفرقه فانت بتحتاج اللي هو الوقت الصح ان انت تدخل فيه اي مدير وده اللي خلى الاهلي دايما مدرسه مختلفه عن كل المدارس التدريبيه اللي شغاله. انا في بدايه كلامي قلت لك النادي الاهلي الوحيد اللي عنده السياسه دي اللي هو امتى سياسه اللي هو اقدر اغير فيه المدير الفني فده اللي فارق النادي الاهلي عشان كده يا محمد فارق كتير جدا عن الانديه يعني اللي معاه ان هو خلاص انت دلوقتي بيبقى في استقرار السوبر الافريقي ماتش مهم وبطوله وكل حاجه بس خلاص النادي الاهلي لما بيحصل له عارف انت ايه كده بتقع بيفوق بيقدر يفوت. انا كنت متاكد 1000000% من تربيتي ومعشره النادي الاهلي ان خلاص انا كان في صوره لمستر كولر يا محمد والله العظيم في تدريب النادي الاهلي كان الرياكشن بتاعه خلاص انا عارف ان النادي الاهلي البطولتين دول لو ايه مش هيسيبهم. ليه؟ لان خلاص انت الرياكشن بتاعك بتاخده من المدير الفني فانت المدير الفني بتاعك لما بتشوفه مركز قوي خلاص هو الانطباع ده بيروح للعيب عكس ان انت ماتش السوبر الافريقي كان قبليه لا النادي الاهلي كان حاسس شويه ان الامور سهله وضامن عكس لما اللاعب المصري طول ما هو مركز حتى الراجل برده مع اجنبي يعني اجنبي بس برده لما بتركز وبتشتغل كويس تقدر توصل اي حاجه انت عاوزها. بمناسبه المدربين الاجانب ويمكن في الفترات دي انا عشت مع الجيل اللي موجود ده هشام محمد وسعد سمير وشكري وشهاب وعفروتو يعني عشت بصراحه يعني فترات كنت قريب جدا من الجيل ده يمكن بقى قريبين من السن قريب مننا كمان قريب منهم في الكواليس والرحلات والسفريات. بس انا فاكر وقتها مانويل جوزيه لما تولى تدريب الاهلي كان ليه معامله خاصه ومختلفه مع الجيل اللي صاعد من قطاع الناشئين. اولا مع عفروتو اول ما دخل اوضه اللبس قال له دماغك دي مش هتمشي مع دماغي من اول لقطه قال ايوه يعني هو عارف انت يعني الاجانب شويه محمد اذكياء جدا فهو انت ممكن من تمرينه واحده هو بيقدر يفهم دماغك ايه فهو تمرينه واحده ده قال لعفروتو انت دماغك انت مش هتمشي مع دماغي نفس القصه معايا خلي بالك راح مديني قرصه ودن اول لقاء بينك وبينه مش التدريبات اول يعني اول يومين كده انا كنت حاسس بقى ان انا نجم ولعبت مع الكابتن حسام ولعبت افريقيا وخلاص ومعروف يعني في مصر وكده فيمكن شويه انا خلي بالك انا صريح جدا فحسيت ان انا ايه عادي بتمرن بالراحه شويه على مستر مان راح منزل لي ناشئين اسبوع كامل اسبوع على طول والله العظيم زي ما بقول لك اسبوع اللي هو طب كان ساعتها الكابتن نادي موجود قلت له كابتن يعني ازاي بعد ما انا طلعت وقعدت احارب عشان اوصل الفريق الاول ازاي انزل ناشئين قال لي بس اصبر ومش عارف اسبوع بالظبط راح راجل مطلعني تاني والحمد لله يعني
من اللي كان حوالي احنا 2 3 لعيبه اللي قدرنا نلعب مع مستر مانول. انت تلعب مع مستر مانول ده وانت لعيب صغير، اكيد انت فاهم الكلام ده بالظبط. طبعا فلا، وكمان كان في فتره كنت هشارك بصفه اساسيه بس حصل لي اصابه كده هي اللي بعدتني يعني. بعدتك شويه عنه. بالظبط. طيب لو هتكلم معاك عن الدوري دلوقتي وانت بتتفرج على مباراه الدوري، شايف المباريات قويه، منافسه شديده، الفرق اللي بتواجه الاهلي او عموما في الدوري بشكل عام؟ ابص، الدوري السنه دي الدوري مختلف شويه، ان انت خلاص انت الدوري عندك يعتبر نظام كاس، فانت الماتش اللي انت هتكسبه يا محمد مش هتعرف تعوض الدور الثاني، انت قبل كده تقدر تعوض، لكن انا شايف اللي هيبدا كويس هو اللي هيبقى ليه الاستمراريه ان هو هيقدر ينافس لغايه اخر لحظه، لان انت بتتكلم من دور واحد، فطبعا الدنيا هتبقى صعبه جدا، لكن اللي هيجمع بدري هو اللي هيفرق معايا يعني، دي وجهه نظري، اللي يجمع في الاول نقاط. وفي نفس الوقت بالظبط، في نفس الوقت اللي الدنيا هتكر منه بدري مش هيلحق نفسه. مش هيلحق انه دور واحد، وخاصة كمان النقط اللي لما تبقى معاك هتنتقل للدور التالي بالظبط، فانت هتعدي بالنقط بتاعتك بالظبط. دي بصراحه يعني الحمد لله اول مره حاجه تتعمل صح من وجهه مزبوط. نظري ان انت دلوقتي كان في ظلم كبير جدا قبل كده كان بيتعمل حتى في الدرجات اللي تحت يا محمد، ازاي انا ابقى مجمع مثلا 30 بونت واطلع وواحد تاني طالع مركز تاني معاك عنده 15 بونت وتيجي تقول لي نبدا من الصفر؟ فطبعا كان في ظلم كبير جدا، فانا شايف بصراحه حاجه محترمه ان انت تعمل اللي يجمع النقط بتاعته يطلع بيها، لان دي ده كده فير يعني، في عداله، لكن غير كده ازاي انا هتضيع مجهودي؟ خلي بالك احنا كنا في الناشئين في سنه من السنين حصل معانا نفس القصه دي، لما كنا انا فارق عن زمالك وعن انبي والناس دي كلها بفارق مثلا 10 15 بونت، تيجي تعمل دوره كنا حاجه اسمها دوره رباعيه، فتيجي تعمل دوره رباعيه يا محمد اللي هو اللي عنده 40 زي اللي عنده 10 زي اللي عنده 5 وتيجي في الاخر ممكن الظروف تخدم اللي هو اللي صعد مثلا على بونت واحد هو اللي ياخد بطوله. لحقت وقتها الدوره الرباعيه اللي اتلعبت ما بين الاهلي والزمالك وسموحه؟ كنت موجود وقتها، كنت موجود في النادي الاهلي بالظبط، اللي هو كان سموحه ساعتها خدناه في اخر ماتش من سموحه متهيألي، كان كابتن فتحي مبروك وقتها والمدير الفني كان الكابتن فتحي. بص انا عشان كده بقول لك انا في الفتره دي حضرت ناس كتير قوي يعني، حضرت كابتن محمد يوسف، كابتن حسام البدر، مستر مانويل، كابتن زيزو، جريدو. انت بتتكلم مثلا في 5 6 مدربين، مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي لو انت طبعا زي ما انت عارف فاكر وقتها كانت يعني اللي بيجي بيقعد له اقل حاجه 2 3 سنين، فالفتره دي كان فيها تغيير كتير قوي يا محمد، لكن حضرت حاجه اللي هي البطوله ديت وخدناها بالظبط عن اخر ماتش. طيب لو هكلمك على نصر الشاب حلال في الفريق الاول، يعني مصطفى شوبير، كوكا، في عناصر طالعه، في حد منهم مثلا يعني زي كوكا اللعيبه اللي موجوده، محمد هاني اعتقد كان بعدك بجيلين اعتقد. محمد هاني طلع بعدينا بعدينا بسنتين كده، بعدك بسنتين بالظبط. اللي طلع معانا ساعتها رمضان صبحي وكريم بامبو مع الكابتن فتحي اللي هو قبل الاخر في 2014 بالظبط. انا بقول لك يعني هم لحقونا، كانوا طلعوا معانا تصعدوا معانا بعد كده هم كملوا واحنا طلعنا بس انا شايف خلينا نرجع لكوكا بصراحه. كوكا ممتع ممتع طبعا، انا بصراحه بحب لعبه جدا، الكره السهله اللي عارف ما فيهاش تاليف، مجتهد، خلي بالك لو اللي يبص على دور كوكا تلاقيه بيغطي ورا الجناب على طول، فدوره مهم جدا. وطبعا مصطفى شوبير بصراحه الواحد فخور يا محمد والله، يعني مصطفى قعد في فتره خلينا نتكلم بصراحه ما كانش ينفع يقعد فيها يعني الفتره اللي هو كان متالق فيها واخد بطوله افريقيا، بس زي ما انت عارف النادي الاهلي عنده 2 حراس مرمى بصراحه محظوظين، وحمزه علاء خلي بالك جاي. يعني انا شايف حمزه علاء ممكن اللي احنا بنتكلم فيها محمد ممكن يطلع اعاره ياخد خبرات، يبقى عندك من احسن 3 حراس في مصر. فالنادي الاهلي لا يعني من بعد الاجيال بتاعتنا طلع اكتر من لاعب بصراحه كويس، ويعني وادائهم كمان مش بيلعبوا في النادي الاهلي بس، لا كمان منتخب مصر. وزي ما بنتكلم على كوكا يا محمد، الراجل كان بيروح منتخب مصر مع كابتن حسام حتى لو هو مش بيشارك لان عارف امكانياته كويس، فدي نقطه مهمه جدا يعني. مين من الجيل الحالي تحس ان هو قريب شويه من ستايل شكري؟ من ستايل شكري في الاهلي ولا في الاهلي وفي الدوري؟ ما بص في الاهلي لا يعني ما يعني اللي موجودين ستايل لعبهم مختلف شويه، لكن مثلا في المصري انا بحب جدا دغموم لاعب المصري بصراحه، عارف انت اللعيبه اللي تحب انت اللعيبه الخفيفه الحريفه، فعامل اداء كمان كويس جدا، كان الاصابه عطلته شويه، بس انا من اللعيبه اللي شويه بحب شايف قريب شويه ممكن من ستايل بالظبط. طب رأفت خليل؟
رأفت لعيب كويس، بس انا بقول لك يعني يعني ما انا بقول لك يعني ده انا شايف شويه. انا معايا ناس مركزه في قطاع الناشئين فمركزه قوي فبيغششوني. رأفت طبعا لعيب كويس جدا، وخلي بالك احنا الفتره اللي فاتت يا محمد بنحلل ماتشات الناشئين. ايوه بصراحه في لعيبه محمد عبد الله، محمد عبد الله، وفي عندك بلال عطيه. ده خلي بالك يعني انا وجهه نظري امكانيات كبيره قوي يا محمد. انا اتفرجت على الماتشين بتاع منتخب الشباب. لعيب كبير، عنده كره سهله قوي، عنده الرؤيه كويسه، بيقدر يكمل. خلي بالك الماتشين لعب 90 دقيقه، فيعني قد ايه الجهاز الفني عارف امكانياته. وافتكر كلامي، بلال عطيه هيبقى ليه دور لسه صغير، بس يا ريت النادي الاهلي يدخله من بدري يكسب خبرات بدري بدري. لازم في فتره زي اللي كده، بس الفتره اللي هي زي دلوقتي دي. بس طبعا معذورين، انت عندك المنتخب 2008 و2005 طبعا بيلعبوا بطولات افريقيا. أكيد. تمام، اكيد النهارده حتى 2005 عنده ماتش مع الجزائر، فكانت دي ميزه قوي. عارف انت كنا احنا بنستنى واحنا صغيرين مثلا فتره زي دي ان انت تدخل لعيبه صغيره. فلا ففي اجيال جايه كويسه قوي ان شاء الله. ده يخليني اسالك على منتخب الناشئين ومنتخب الشباب مع ميكالي والكابتن احمد الكاس. تمام، شايف نتائجهم والظروف اللي هم محيطين بيها دلوقتي؟ بص خلينا نتكلم بقى بمنطقيه. تمام، ممكن في اخطاء بدات من الاول غلط جدا يا محمد في اختيارات المدربين، في التشكيل، الاجهزه الفنيه، الكلام ده كله. بس انت دلوقتي انت في امر واقع. تمام، لما يكون انا طيب دلوقتي بص اهو التشكيله اهو حتى بتاع 2005 عندهم الجزائر الساعه 8 قدام الجزائر مع ميكالي، عبد المنعم تامر، حارس مرمى معتز، محمد عبد الله، بستانجي، احمد قباقه، في محمد السيد، محمود لبيب، محمد سمير، مروان محمود، عمرو خالد بيبو، عمر خضر، ومحمد زعلوك. تمام، اللي بكلمك فيه يا محمد، خلاص احنا دلوقتي اللي حصل حصل خلاص. انا بس اللي بيزعلني حاجه واحده، احنا دلوقتي يا جماعه الناس بيلعبوا بطوله ودول ولاد صغيرين. مش كل حاجه لازم هجوم. طب ما اقول لك على حاجه، نرجع كده لكاس العالم، الارجنتين خسرت من مين يا جماعه؟ من السعوديه، مع احترامنا طبعا للسعوديه. طبعا، وفي الاخر خدوا ايه؟ كاس العالم، خدوا البطوله. فاحنا اللي بنتكلم فيه ايه؟ لازم لازم انتقد، بس اختار التوقيت، لازم التوقيت مهم جدا. طب الناس اللي بتنتقد دلوقتي يا محمد، ما انتقدتش ليه قبل ما البطوله تبدا؟ ما انتقدتش ليه في الاختيارات؟ دلوقتي اول ما هي دي مشكلتنا في عارف مصر. عارف انا انتقدت ايه؟ انك مره واحده بعد ما شغل عمل ويا الرياض لمده سنه عندك مليون في المية تشيله وتجيب جهاز تاني في توقيت زي ده. مليون في المية، عشان كده بقول لك ايه؟ عندك مليون في المية حق. طب على الاقل كنت اخلي وائل الرياض مع الراجل يشتغل مثلا يشتغل وميكالي يستلم بعدها. بالظبط بالظبط، عشان كده انا بقول لك خلاص يا محمد اللي حصل حصل، بس انت ما قدامكش دلوقتي يا محمد غير ايه اللي يحصل؟ ان احنا يبقى في مسانده، دول ولاد صغيره واكيد كل حاجه بتنتقل لهم. أكيد. التقطيع اللي بيحصل والكلام ده كله، خلاص خلينا نركز. يمكن اللي حصل دوت اللعيبه دي ربنا يكرمهم وياخدوا البطوله والناس كلها تتعاطف معاهم يعني ان شاء الله. اروح معاك لفوز الاهلي على العين وانتصاراته وتاهله لمباراه كاس التحدي في قطر ومشاركه كمان في امريكا 2025. الانتصارات العالميه دي واعتقد 2012 انت كنت موجود مع الاهلي في مونديال الانديه. انا كنت موجود في 2012 و 2013 ولا اللي هي المغرب، اليابان 12 والمغرب 13. ايوه الاثنين كنت موجود فيهم، اليابان واليابان والمغرب. عشت اجواء المونديال. اجواء بص طبعا يعني عارف انا كنت كمان لاعب كاس عالم يا محمد، فالاجواء دي ما شفتهاش غير في كاس عالم بالنسبه لي انا لما كنت صغير. فلما شفت الاجواء دي لا مع النادي الاهلي وتشوف يعني عارف يعني الاحترام اللي بتشوفه من التنظيم والحاجات دي، اكيد انت كنت موجود وشايف الكلام دوت معانا. صحيح، فبتبقى فخور فعلا ان انت في يوم من الايام ان انت ابتديت تيشيرت النادي الاهلي. حلم لاي لعيب، معلش اي لعيب بيجي من بره اهلي وزمالك، انت من بره النادي الاهلي اي لعيب، انت بيخش انت محمد بتاخد بطوله في اسبوعين. يحيى عطيه الله خد بطولتين، خد بطولتين صح، بطولتين غير عمر الساعي. اي لعيب بيبقى موجود، عمر الساعي نزل في ماتش العين ولا ما لحقش، ما لحقش 30 ثانيه بس بطوله. بس بطوله، انا ده اللي بكلمك فيه. النادي الاهلي لو هنتكلم عليه يا محمد من هنا لسنه جايه قدام، والله ما الواحد يقدر يديله اللي هو شافه اللي خده في النادي الاهلي. فاكيد احلى اجواء واحلى حاجه في ونتمنى التوفيق يا رب في بطوله قطر باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب وانا بختم معاك، وانا طرحنا سؤال في بدايه الحلقه لكل الساده المشاهدين، وجه رساله للجنه الحكام الجديده مع استئناف الدوري ومباراه الجوله الثالثه باذن الله في ختام الاسبوع. تعالوا مع بعض نشوف انا وشكري كده تعليقات الناس على موضوع تعيين لجنه حكام جديده. فوزي بيقول يا رب يا ريت يبقى في عداله وتقليل الاخطاء وعدم الاحتواء وان يكون فيه مساواه. ده اول تعليق معايا. نشوف التعليقات الاخرى الثانيه اللي معانا. ابو محمد بيقول تغيير لجنه الحكام وتعيين لجنه حكام اجانب عشان يبقى فيه عدل. يا استاذنا الفاضل بالله عليك وصل رسالتي. وصلت رسالتك يا ابو محمد.
نشوف الرساله الثانيه. حشمت بيقول العدل والمساواه وعدم النظر الى الوان الفرق، كلها تعليقات ورسائل مهمه للجنه. ابو شوشه بيقول تغيير لجنه الحكام والعداله. ما هي اللجنه اتغيرت. هو عايز يغير اللجنه تاني، هو عايز كل يوم. عايز كل يوم تغيير لجنه. احمد انا بشكرك بجد، نورتني وشرفتني، الحوار معاك كان ممتع والوقت جري بسرعه. حبيبي يا محمد سعيد طبعا، ويمكن اول مره ابقى موجود معاك، ببارك لك طبعا على البرنامج الجميل ان شاء الله، ودايما في تقدم كده وناجح باذن الله ان شاء الله، ونبارك لك قريب على خطوه تدريبيه ان شاء الله، ان شاء الله تستحقها وتستاهلها الفتره اللي جايه. ربنا يخليك يا محمد. شكرا ليك. حلقه كانت مهمه جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي صعدوا في فترات مهمه جدا، وبنتكلم على جيل مش عايز اقول يعني جه في مرحله صعبه بين تغيير الجلد وتشكيل جديد وفريق جديد، ولكن اكيد كان ليه دور مهم جدا في مرحله مع النادي الاهلي سواء على المستوى الافريقي او حتى على المستوى المحلي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا يتجدد اللقاء في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.